بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. سؤال وجه الي اكثر من مرة في اكثر من لقاء مع الاصدقاء، بيسألوني ايه هي البرامج الاساسية اللي يجب ان انا اقوم بتحميلها وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر، والبعض الاخر بيقول ايه هي البرامج اللي ما نقدرش نستغنى عنها وتكون ضرورية لجهاز الكمبيوتر، والبعض يقول لك والله جهاز الكمبيوتر بتاعي لسه شاريه، فعايز اعرف ما هي البرامج المطلوبة ان انا انزلها على جهاز الكمبيوتر. من خلال هذا الفيديو هنوضح لحضراتكم اهم البرامج او البرامج الاساسية او البرامج التي يجب ان يتم تثبتها على جهاز الكمبيوتر. تعالوا بينا نشاهد مع حضراتكم هذا الفيديو، مع ملاحظة ان اسفل هذا الفيديو في خانة الوصف الديسكريبشن سوف تجدون رابط، من خلال هذا الرابط سوف يتم فتح موقع مدونة بوابة التعليم الالكتروني، لان من خلالها تم اعداد مجموعة من الروابط للبرامج الأساسية اللي هيتم استعراضها في دقائق مع حضراتكم. بنقول ان المحاضرة دي او هذا الفيديو مهم جدا، لان البرامج اللي هقول عليها هدي نبذة مختصرة عنها، وانتوا حضراتكم بالتأكيد هتجدوا انها ضرورية لتحملها وتثبتها على جهاز الكمبيوتر. تعالوا بينا نتابع مع حضراتكم. بعد الضغط على الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو في خانة الوصف سوف يتم فتح هذا الموقع، موقع مدونة بوابة التعليم الإلكتروني، اللي من خلاله هنستعرض البرامج الأساسية التي يجب تحملها وتثبتها على جهاز الكمبيوتر. البعض بيعتقد غلط أو بيعتقد خطأ إن مهم جدا إن يكون على جهاز الكمبيوتر بتاع نظام تشغيل ومجموعة المكتبية أوفيس. كلام جميل، لا مش كفاية، لا أكرر مرة أخرى ان ده مش كفاية انك تنزل نظام، تنزل وتسطب وتثبت برنامج نظام تشغيل على جهازك ومجموعة المكتبية اوفيس. نستعرض كده مع بعض عشان نوضح حضراتكم ليه البرامج اللي هنشير اليها هي البرامج التي يجب تحملها وتثبتها على الجهاز. بداية يجب ان يكون في نظام تشغيل على الجهاز، سواء كان نظام التشغيل ويندوز او ابل ماكنتوش او لينوكس او يونكس اللي هو انظمة الشبكات. اذا نقطة البداية ان لازم يكون في نظام تشغيل على الجهاز. كل ما كان نظام التشغيل حديث كل ما سمح لك انك تقدر تنزل عليه برامج حديثة، وفي نفس الوقت الحداثة بتتطلب حداثة الجهاز او اللاب الموجود عند حضرتك. لازم تكون مواصفاتك عالية، سواء كان الهارد او الرامات او كارت الفيجا، كل هذه الاشياء لازم انها تكون عالية حتى تقدر تنزل كل ما هو جديد. هنزل نظام التشغيل. نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم ده عبارة عن همزة الوصل ما بين الانسان وما بين الكمبيوتر، ده مهم جدا. طيب انزل ايه؟ هتنزل حسب مواصفات جهاز الكمبيوتر الخاص بيك او اللاب الخاص بيك. انزل ويندوز 10، ويندوز 10 في نسختين يا 32 بت يا 64 بت، ده حسب البروسيسور الخاص بيه حضرتك تقدر تجيبه من خصائص او تسأل مهندس صيانه. يبقى هنزل اول حاجه نظام تشغيل. يبقى عندي دلوقتي ادي ويندوز احدث اصداره اللي هي ويندوز 10 انتربرايز 64 بت متعدده اللغات. يعني ايه مالتي لانجويج؟ يعني بتسمح لك من الاسطوانه بتاعتها انك تنزل عربي انجليزي فرنساوي الماني ايطالي وهكذا. يبقى تنزل نظام التشغيل سواء كان 64 او انك تنزل اسفل هتلاقي فيه نظام التشغيل برضو 10 في اصداره منه 32 64 بت. لو تسالني عن نفسي انا هقول لك نزل 32 بت على جهازك بحيث انها تقبل كل شيء. البعض يقول لك لا انا ابص للبروسيسور، لو البروسيسور بتاعي كور اي 3 كور اي 5 كور اي 7 كور اي 9
اعمل ايه؟ انزل 64 بت. اقول له برافو عليك. ليه؟ لان 64 بت هتعمل على زياده سرعه الكمبيوتر وسرعه المعالج، وفي نفس الوقت هتسمح لك انك تنزل ابلكيشن عالي جدا بامكانيات عاليه. طيب ده ويندوز 10. ممكن انزل ويندوز 8.1 بروفيشنال 64 بت، او 8.1 32 او 64 بت، او ان انا انزل ويندوز 8 32 و64، او ان انا انزل ويندوز 7 اول ان 1، يعني بيكون بيتيح لك اكتر من اصدار. الاول ان 1 يعني ويندوز 7 ممكن يكون انتربرايز، ممكن يكون بروفيشنال، ممكن يكون هوم، ممكن يكون اديشن، ممكن يكون كلاسيك وهكذا. طب ازاي اقوم بالتنزيل من خلال الويندوز او اي برنامج؟ يبقى اتفقنا انك هتنزل نظام تشغيل في البدايه. كل اللي عليك انك هتضغط الرابط، اضغط هنا او اضغط هنا. اول ما تضغط على هذا الرابط هينقلك الى صفحه معينه هنشوفها مع حضراتكم. الصفحه دي قد تكون ماي كات مي او صفحه جي اس يو ار ال. هنبدا ننتقل الى هذه الصفحه ونتخطى نوافذ الدعائيه والاعلانيه عن طريق اختبار الكباتشا، ثم عن طريق انتظار من 5 ثواني ل 10 ثواني، فيتم نقلي الى مخزن البرامج اللي من خلاله هيتم عمليه تحميل نظام التشغيل. فعند الضغط على اي رابط يحمل عنوان ماي كات مي تظهر هذه الشاشه الاولانيه اللي بيطلب مني ان انا اعمل اختبار الكباتشا. هقول له انا لست برنامج روبوت. عند ضغط بالمؤشر داخل المربع احد امرين، يا اما يتم وضع علامه صح وانتقل الى الخطوه او الصفحه التاليه، يا اما يعمل لي هذا الاختبار ويسالني سؤال ويطلب مني التحقق بالعربي او الانجليزي. احيانا بيجي تحقق فيريفاي، واحيانا بيجيب لي التالي او تخطي الى ان اجتاز هذا الاختبار. فعند اجتيازه غالبا يعني في معظم الحالات انت بتختار 3 خانات صحيحة على الاقل ان لم يكن 4. يتم وضع علامة صح بهذه الطريقة، ثم اضغط على كليك هي تو كونتينيو. هننتقل الى الصفحة التالية التي تطلب مني الانتظار 10 ثواني حتى يتم تجهيز الرابط، ثم بعد ذلك اضغط على البليس ويت هتتغير الى جيت لينك. هضغط عليها هينقلني الى مخزن البرامج الذي يحتوي على نظام التشغيل. اذا اتفقنا هضغط اهوت على جيت لينك واقول له موافق. انا اتكلم على موقع ماي كات مي. بعد شويه هختار احد الروابط الخاصه بالموقع الجي اس يو ار ال عشان برضو كل الامور تكون واضحه قدام حضراتكم. هننتقل الى هذا الموقع، هنحمل نسخه الويندوز، ويندوز مصر 10 انتربرايز 2019 64، او حسب ما هو موجود في الروابط. هتبدا تتحرك الى اسفل بالمؤشر، بيديك الامكانيات وبيعمل لك ديسكريبشن كويس جدا، بيتكلم لك على الكونتنت الخاصه بيها وعلى المزايا وعلى بعض الصور على اساس انك تقدر تقوم بتنزيلها بكل سهوله. انا بتحرك الى اسفل وتكلم لك على المزايا الخاصه بيها والمتطلبات الجهاز requirements لازم تقراها كويس. بعد ذلك هتضغط على داونلود 64 بت مثلا بهذه الطريقه، فيتم الانتقال الى خطوه ثانيه، ثم بعد حوالي 3-4 ثواني هيتم اقترانه ببرنامج الانترنت داونلود مانجر او الاكستريم داونلود او الايجل جيت او اي برامج من برامج التحميل، او يتم تحميله داخل مجلد الداونلودز. ده نظام تشغيل اذا اتفقنا عليه، انتهينا من مرحله تحميل نظام التشغيل. بعد ذلك حضرتك هتقوم بتحميل المجموعه المكتبيه اوفيس. عندك اوفيس 2019 بروفيشنال، على عندك رابطين، رابط ماي كات مي ورابط اخر اللي هو الجي اس يو ار ال. عندك اوفيس 2016، عندك اوفيس 2013. كل هذه الروابط محتاجه سرعه نت عاليه لان هتكون من 2 ل 3 جيجا. عندك رابط لاوفيس 2010. اذا هتحمل نظام تشغيل، هتحمل ابلكيشن تطبيقات. ده مش كفايه، الخطوه اللي بعدها انك تحمل لي احد برامج الحمايه الموجوده على المطلوب انك تقوم بتثبيتها على الجهاز، الانتي فايروس. عندك الكاسبر سكاي والافاست
البيت فندر والافيرا والاي او بيت والادفانسد سيستم والسمادف بروفيشنال، مجموعه من برامج الحمايه اقواهم اللي هو الكاسبر سكاي توتال سكيورتي، الافاست كويس، البيت فندر كويس. ابدا اختار اي واحد من دول تقوم بتنزيله على الجهاز. اذا هيكون عندك نظام تشغيل، ونظام التشغيل عليه ابلكيشن اللي هو الاوفيس سواء 19 او 16 او 13 او 10، وعندك برنامج حمايه تنزله على الجهاز. نشوف رابع حاجه، تنزل برنامج فك ضغط الملفات سواء الوينرار او الوينزاب او الباور ايزو او الارترا ايزو. عندك اربع برامج، اختار اي برنامج منهم على اساس ما فيش حد بيستغني عن الملفات المضغوطه في اي مكان. مهم جدا يكون على جهازك برنامج فك ضغط الملفات المضغوطه. كل اللي عليك انك هتضغط على اضغط هنا او اضغط هنا، وليكن هنضغط على ديت كده اهوت مثلا، هتضغط عليها هتفتح لك صفحه، الصفحه ديت الرابط الثاني هتلاقيه داخل هذا الموقع خاص بالجي اس يو ار ال او الجيت اس يو ار ال بنفس فلسفه المايك ات مي. الاول هيكون في اختبار كابتشا، بعد ما تتجز اختبار كابتشا بطلب منك انتظار 5 ثواني، ثم بعد ذلك انقلك على الصفحه. انا هضغط مثلا كونتينيو، مش هنتظر اختبار كابتشا. هيحاول يعلن صفحه اعلانيه، اقوم بغلقها واتن للصفحه الاساسيه اللي هيطلب مني الانتظار 5 ثواني، العداد اهوت، ثم هيتحول الى زر سكيب اد اللي هو تجاوز الاعلانات. عند ظهور اي نوافذ دعائيه بقوم بغلقها، بعد كده هيبدا يتحول الى الموقع او المخزن الاساسي. اكرر كذا مره مفيش اي مشكله، هيحولني الى الموقع الاساسي اللي سبق ان احنا استعرضناه لعمليه الايه التحميل. طيب نكمل مع حضراتكم باقي البرامج. حملت نظام تشغيل، حملت برنامج تطبيقات اوفيس، حملت برنامج حمايه انتي فايروس، حملت برنامج فك ضغط سواء الوينرار او الوينزاب او الباور ايزو او الالترا ايزو. بعد ذلك من المهم جدا على جهازك انك تقوم بتحميل ملف برنامج لقراءه وتحرير ملفات البي دي اف، يتحمل الادوبي ريدر، يتحمل الادوبي اكروبات بروفيشنال، يا اما تحمل البي دي اف اديتور. عندك 4 5 برامج اهمت، يعني انت يجب انك تحمل احد البرامج. ليه؟ لانك لما هتروح تاخد من حد من اصدقائك ملفات غالبا مش هتكون وورد، هتكون بي دي اف، لانه بيحفظ التنسيقات بصرف النظر عن البرامج الموجوده على الجهاز. فلازم يفضل ويستحسن يكون عندك برنامج ادوبي ريدر يكون متسطب على الجهاز. ثم بعد ذلك لما تيجي تحمل من النت، سرعه النت عندنا كلنا عايزين نزودها، فبتحمل احد البرامج المشهوره، هو برنامج انترنت داونلود مانجر في اصدارته 2019 اللي هو 6.33. عندك حاجات مهمه والهارد قرب يتملي، فعايز تنسخها على سي دي او دي في دي، هتحمل احد برامج نسخ الاسطوانات او الدي في دي زي برنامج نيرو، في اكثر من اصداره لبرنامج نيرو. يا ريت تقوم بتنزيل وتثبيت احد هذه البرامج على جهازك. طيب وانا بنسخ داخل جهاز الكمبيوتر ذات نفسه، او بنسخ من جهاز الكمبيوتر بتاعي على فلاش او العكس، وبنسخ ملفات كبيره جدا، انا رشحت لكم برنامج اسمه طيرة كابي، ده بيستخدم لزياده سرعه نسخ الملفات في حدود من 500% ل1000%، برضو واحد من البرامج المهمه جدا بدل عمليه النسخ العاديه. حصل ان انا قمت بحذف ملفات، او ابني قام بحذف الملفات على الجهاز، فانا عايز اعمل ريكفري بالنسبه للملفات المحذوفه على الكمبيوتر او اللابتوب. عندنا اكتر من برنامج، قم بتحميل احد هذه البرامج، هيسمح لك باستعاده الفيديوهات والصور والملفات المحذوفه على الجهاز. بتواجهني مشكله مع اللاب، الكهرباء بتقطع او نظام التشغيل فيه مشكله، فانا عايز اسطوانه انقاذ، افضل اسطوانه تحميل لانقاذ نظام التشغيل ولاصلاح الكمبيوتر ومعالجته من الفيروسات ومن الباد سيكتور الموجوده في الهارد، هي اسطوانه هيرنز بوت. هيرنز بوت واحده من اقوى الاسطوانات، فيها حوالي 1000 برنامج. من خلال هذه الاسطوانه هتستطيع انك تنقذ جهاز الكمبيوتر بتاعك من اي مشكله. قم بتحميل
هذه الاسطوانه واحرقها على الدي في دي من خلال برنامج نيرو اللي انت نزلته عشان تقدر تستفاد من هذه الجزئيه. طيب لما باجي افرمط الجهاز الخاص بيا مش عارف اعرف كارت الصوت او كارت الفيجا اعمل ايه، او كارت الواي فاي او كارت النتورك الشبكات، اقول لك يجب عليك انك تقوم بتحميل برنامج لتعريف جهاز الكمبيوتر، اشهرهم برنامج اللي هو الدرايف ايزي بروفيشنال، هتقوم بتحميله ثم حرقه من خلال برنامج نيرو او احد البرامج على اسطوانة، وفي اي لحظة تقدر انك تقوم بادخال السي دي او الدي في دي، وهو هيقوم لك بتعريف جهاز الكمبيوتر، هيعرف لك كارت الفيجا، هيعرف لك كارت الصوت، هيعرف لك كارت الشبكة، هيعرف لك الواي فاي، تمام؟ كل حاجة مش متعرفها هيقوم بتعريفها. فيجب عليك انك تقوم بتحميل احد البرامج تعريف الاسطوانات، وليكن درايف ايزي او درايف جينيوس. طيب وانا بشغل بعض الفيديوهات على اليوتيوب ما بتشتغلش على جهازي، اذا يجب عليك انك تنزل احد برامج المالتي ميديا. اشهر برنامج المالتي ميديا يعالج مشكلة تشغيل الملفات الفيديو والصوتيات هو الفي ال سي، خاصة باصدارته الحديثة 3 أو 3.4 أو 3.6. قم بتحميل برنامج في ال سي، او انك تحمل الكي لايت عشان يعالج المشاكل الموجودة في عمليات تعريف برنامج المالتي ميديا بالفيديوهات، او انك تحمل الوين امب. اذا حمل احد هذه البرامج. طيب عندي مشكلة في المتصفح بتاعي اصبح قديم، يجب عليك انك تحدث المتصفح او البراوزر الخاص بيك، عندك ادي جوجل كروم وعندك الفاير فوكس. كده احنا استعرضنا مع حضراتكم برامج متصفحات، برامج لتشغيل المالتي ميديا، برامج لتعريف وحدات الكمبيوتر، برامج لإنقاذ الجهاز من أي مشكلة في عملية التحميل أو الفيروسات أو البدات الموجودة في الهارد، برامج لاستعادة ما تم حذفه سهوا من جهاز الكمبيوتر، برامج لنسخ الملفات لزيادة سرعة نسخ الملفات، برامج لحرق الاسطوانات أو حرق الدي في دي أو نسخها على الدي في دي، برامج لقراءة ملفات البي دي اف، برامج لعملية فك ضغط الملفات بيعملها اكستراكتنج، برامج للحماية سواء من الفيروسات أو من التهكير، برامج تطبيقات زي المجموعة المكتبية اوفيس 2010 و13 و16 و19، ولازم اوبريتنج سيستم على الجهاز. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط لهذا الموقع للقيام بتحميل هذه البرامج. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى انها تكون محاضره مفيده تقبلتها حياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.